في الكثير من الأحيان قد ترغب في تناول وجبات لذيذة، لكن في ذلك الوقت قد تكون المتاجر مغلقة أو قد تكون مرهقا ولا ترغب في الخروج. سوف نريكم بعض الطرق التي تسمح لكم بتحضير وجبات لذيذة في الميكروويف. خذوا حبتين من الطماطم، بعض الملح والقليل من زيت عباد الشمس. قوموا بتقطيع بعض البطاطا إلى شرائح رقيقة وادهنوا الطبق ببعض الزيت. أضيفوا الملح إلى البطاطا واطبخوها في الميكروويف لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 دقائق. لقد تحصلنا على رقائق بطاطا لذيذة ومقرمشة دون الحاجة إلى مواد كيميائية وملونات غذائية اصطناعية. لابد أن كل واحد منكم يملك بعض السكر، الزبدة، الحليب، صودا الخبز مسحوق، الكاكاو وبيضة. نمزج كل شيء مع بعض ونستمر في التقليب حتى نتحصل على قوام كريمي ناعم. قوموا بطبخها في الميكروويف لتتحصلوا على كعكة لذيذة في مدة تتراوح بين 5 و 8 دقائق. أنا لم أتوقع أن تكون لذيذة. الآن سنريكم وصفة لوجبة خفيفة بسيطة يتم صنعها باستعمال حبة بيض وبعض الزبدة. ندهن الصحن بالزبدة، نقسم حبة البيض إلى نصفين ونسكب حبة البيض في الصحن. سخنوها بداخل الميكروويف لمدة 40 ثانية، حركوها جيدا لتمتزج المكونات جيدا، ثم أعد وضعها في الميكروويف لمدة 40 ثانية. تحصلنا على بيضة مقلية لذيذة دون الحاجة إلى استعمال المقلاة وتوسيخها. سوف نحتاج إلى كأس من السكر، كأس من الفول السوداني، كأس من الماء، ملعقة من الزبدة ولفة من ورق الطهي. نمزج الزبدة، السكر والماء حتى تتجانس المكونات جيدا ونطهوها في الميكروويف لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق. يجب أن تذوب كمية السكر كلها ليصبح لونها بعد ذلك بنيا. نضيف الفول السوداني ونمزج كل شيء معا لنعيده إلى الميكروويف من جديد لنقوم بطهيه لمدة دقيقة. بعد ذلك نسكب الخليط على ورق الطهي ونتركه ليبرد في مكان مفتوح كالشرفة. في النتيجة سنتحصل على فول سوداني ملبس غير مكلف البتة. إذا قامت جدتك بإعطائك البعض من جبن الأكواخ لكنك لا تعلم ما الذي تفعلها، سوف تحتاج إلى بعض السكر، صودا الخبز، سميد، زبدة وحبة بيضة. نمزج كل المكونات ونطبخها في الميكروويف لمدة 5 دقائق. يا له من بودينغ لذيذ مصنوع من جبن الأكواخ، خاصة لأنه من صنعك. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم، فربما يريدون تجربة هذه الوصفات وتناولها.